الفنانة إليسا أحيت حفل غنائي ناجح في بيروت ضمن فعاليات مهرجان احتفال أعياد بيروت وسط حضور آلاف من جمهورها اللي حرصوا على مشاركتها الحفل، وقدمت عدد كبير من الأغاني واستمرت حوالي ساعة ونص. قدمت إليسا أغاني كتير من القديمة والجديدة اللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن الأهم الأغنيات اللي قدمتها أسعد واحدة بدي دوب عايشالك لو، وقدمت لأول مرة على المسرح أغنية يا ريت اللي كانت تتر مسلسل بنفس الاسم. جمهور إليسا نادى عليها وطلب منها سهرنا يا ليل، وطلب منها إعادة أغاني كتير من اللي قدمتها، وفعلا قامت إليسا بتقديم كل الأغاني اللي طلبها الجمهور. إليسا كانت لابسة فستان كلاسيك قصير وبقصة شعر بسيطة، الفستان كان سبق ولبسته عارضة الأزياء العالمية كارا ديلفين من دار الأزياء العالمي سان لوران. كمان رقصت وهي بتقدم عدد من الأغاني، وانتشرت فيديوهات ليها وهي بتتحرك على المسرح مع الأغاني، واستعلاقات كتير ليها على السوشيال ميديا كانت بتتمنى ليها مزيد من التألق. عدد كبير من متابعين الفنانة إليسا على السوشيال ميديا اهتموا بالشير والتعليق على الصور اللي نشرتها للحفلة، وكمان التفاعل معها كان كبير جدا منهم، لكن البعض انتقد إطلالتها البسيطة اللي مش متعود عليها الجمهور، واللي تعود عليها دايما بالفساتين السواريه المميزة جدا واللي بتظهر جمالها وأنوثتها. إليسا انتهت من وضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الجديد اللي هيتم طرحه في عيد الأضحى اللي جاي، طبعا بنتمنى لها كل النجاح والتوفيق.